بسم الآب والابن والروح القدس، الله واحد، أمين. النهاردة ربنا بيعطينا رسالة اطمئنان لينا كلنا في سفر أرمية أصحاح 15 وعدد 21. ربنا بيطمن أرمية، بيقول له فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتاة. فأنقذك من يد الأشرار. طبعا احنا في عالم وضع في الشرير، عالم كله شر والاشرار كتار، وخلي بالك دي مملكه بتحاربك من الاشرار، هي مملكه ابليس وجنوده واولاده من اهل العالم. فالحرب موجوده من ساعه ابونا ادم وامنا حواء. الشيطان حارب ابونا ادم وامنا حواء في الجنه وطردوا، لكن ربنا ما بيسيبش اولاده، ربنا دايما ينقذ أولاده من يد الأشرار. طول ما احنا في العالم في شر، في ناس بتحاربك، في ناس إبليس عايز يسقطك كل يوم عشان تكون معاه في نهايته السيئة، لكن ربنا مش بيرضى لأولاده كده. ربنا بينقذك من كل شر. إن كنت إنسان مؤمن تبقى عارف هذا الكلام، عارف إن مهما تجيلك ضيقات تجارب زي ما حصل مع أرميا النبي. شوف أرميا النبي حصل معاه حاجات كتيرة، اضطهدوه، ضربوه، أهانوه، إهانات كتيرة، لكن ربنا كان دعيه من بطن أمه وقال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. ولما قال له أنا ما بعرفش أتكلم لأني ولد، قال له ما تقولش أنا ولد، أنا معاك، لا تخاف ولا ترهب من الملوك اللي أنا هبعتك ليهم ومن الشعوب اللي هقول لك تودي لهم الرسائل بتاعتهم. ولذلك عطاله آية حلوة جدا يا ريت نخلي بالنا منها. قال هيكون ليك حرب، محاربة يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. نعم كان ربنا بينقذه، حتى مرة رموه في البير في الوحل وربنا أنقذه. ربنا دايما بينقذ أولاده. العالم والشر بيرتب لهم حاجات شريرة عشان يسقطوا فيها. شوف كما رتبوا لدانيال النبي، رتبوا له أن يسقطوه، إن هو يطلب من إنسان اللي هو الملك ولا يطلب من إلهه، لكن هو عارف ربنا فكان دايما يصلي إلى الله ويطلب من الله، لأن الكتاب علمنا ملعون من يتكل على ذراع البشر وعن الرب يحيد قلبه. فرتبوا له هذه المكيدة ورموه في البير، لكن هل ربنا يسيبه ولا ينقذه؟ لا طبعا ربنا لازم ينقذه. ولما جه الملك الصبح بدري وبيرسي دانيال، فسمع صوت دانيال بيقول له إلهي الذي أعبده أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. شوف كيف أنقذ ربنا الفتية الثلاثة اللي مرضيوش يعبدوا الصنم اللي كان عامله الملك العظيم هذا، رفضوا، قال لهم هرميكم في أتون النار، قالوا لنا إله قادر أن ينقذنا من أتون النار، حتى لو لم ينقذنا برضه مش هنسجد، لأن عندنا آية بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. شوف ألقوهم في أتون النار، حصلت إيه يعني؟ الرب نزل معاهم وخلى الأتون برد، وخلى النار عملت حاجة حلوة إنها فكتهم من الحبال اللي كانوا مربوطين فيها، فربنا أنقذهم. الله ينقذ أولاده طالما هم متمسكين به. هو قال كده معلمنا داود النبي في المزمور، اللي يتعلق بربنا ربنا بينجيه، زي ما قال كده أنه تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني وقت الضيق فأنقذه وأمجده من طول الأيام وأشبعه وأريه خلاصي. هو ربنا ما يسيبش أولاده أبداً، فما تخافش. ربنا أعطانا رسائل اطمئنان حلوة، من يد الأشرار ينقذك ومن كف العتاة. مين هم العتاة دول؟ اللي هم الناس الجبابرة اللي حياتهم بيتكلوا فيها على قوتهم، عتاة زي جليات الجبار. لكن شوف داود لما نزل، جليات الجبار قاعد يعير صفوف الله، شعب الله، جيش شعب الله 40 يوم، ويقول لهم عندكم راجل ينزل يحاربني، لو غلبني نكون عبيد ليكم، وان غلبته
طبعا هو كان ضامن انه هيغلب هذا الرجل اللي ينزل من شعب اسرائيل، لكن ربنا بعت له داود. شوف داود لما هو داخل مش متكل على قوته، ولذلك لما بيخاطب جلياط الجبار يقول له انت تاتيني بسيف ورمح وانا اتيك باسم رب الجنود، الرب يحبسك اليوم في ايدي. فشوف داخل متكل على الله، مين اللي انتصر؟ مين اللي انقذ؟ ربنا انقذ داود وخلاه قتل جلياط الجبار. ربنا مع اولاده دايما بينقذهم. اعطانا رسائل اطمئنان، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فالانسان المؤمن ما بيخافش، في رسائل حلوه من ربنا بتطمنا ان احنا لا نخاف مهما الاشرار احاطوا بينا، ربنا بيرعانا وينقذنا. ده قال لنا ان نسيت الام رضيعها فانا لا انساكم. ربنا ما بينساناش او ما ينساناش ابدا، ربنا معانا. ان كان الله معنا فمن علينا؟ يعمل الشيطان اللي عايز يعمله، يعملوا اولاد الشر اللي عايزين يعملوا. سيد المسيح قال لنا لا تخافوا من الذين لهم سلطان ان يقتلوا الجسد وما لهمش سلطان بعد كده. فاحنا ما بنخافش لان واثقين ان لينا اله بينقذنا من كل شر وشبه شر، واثقين في قوه الهنا. ان كان الشيطان ومملكته قويه فاحنا معانا الاقوى منه اللي نستطيع ان نهتف ونقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يا اخي هذه رساله لي ولك، ان احنا دايما ما نخافش، دايما نتمسك بالهنا، والهنا القوي ممكن ينقذنا من اي شر وشبه شر يرتبه لينا ابليس. يعني ما نخافش من اي حاجه، احنا دايما متمسكين بيك يا رب. نشكرك يا رب لانك دايما بتنقذنا ودايما بتسترنا وترعانا وتدبر امور حياتنا. لإلهنا كل اكرام ومجد من الان والى الابد، امين.